إذا راك تحوس على تليفون للألعاب رخيص ولا تحت 3 ملايين فما تبدلش، راك في الفيديو صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروفيشنالز، معكم رايان في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو راح نقدم لكم أفضل تليفون للألعاب بسعر رخيص ولا بسعر تحت 3 ملايين سنتيم. لمحبي الالعاب ولا للناس اللي السيم تاعهم ثقيل ومكثف بزاف في التليفون، راكم في الفيديو صحيح، وهذا هو التليفون اللي راح يناسبكم. فبلا ما نزيد نطول عليكم بزاف، ما تنساوش ديروا لنا جيم لهذا الفيديو باش نوصلوا كالعاده ل 3000 جيم. فمرقات الوالو وثاني ما راح تدي لك والو من وقتك. كي تهبط دينا جيم كاين بوطون حداه فيها ابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب، ضغط عليها وهكا راك اشتركت في القناه باش يوصلوك كاع لي فيديو جدد. ودروك نروحوا نتعرفوا على هذا التليفون. التليفون هو الريدمي 12 سي، اخر تليفونات شركة شاومي واللي ما عندهاش بزاف ملي خرج. ومن بعد راح نتكلموا على الاسعار والسبه اللي خلتني نقولكم هذا هو افضل تليفون للالعاب تحت 3 ملايين سنتيم. هذو من بعد راح نتكلموا عليهم. صح، بعد التجربه تاعي لهذا التليفون لايام لاني جبته من تخفيضات تاع الي اكسبريس، فالناس اللي حابين يشروهم الي اكسبريس راح تلقاو الرابط تحت في الديسكريبسيون. واذا ماكش حاب تقرا شهر راسلني في انستغرام نبيع لك النسخه اللي هي عندي، والسعر راح يكون ارخص نتاع الي اكسبريس، وزيد توصيل 58 ولايه والدفع عند الاستلام. فاذا راك حاب تشري التليفون راسلني في الانستغرام، الانستغرام تاعي راه يظهر لكم الان في الشاشه، وتلقاو الرابط تاعه تحت في الديسكريبسيون. صح، اول ما تشد هذا التليفون ولا اول حاجه راح تشوفها في هذا التليفون وهي التصميم تاعه، ولا التصميم تاعه جاي مليح خاصه شكل الكاميرات. لكن الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش ولا اللي قبلتني شويه واللي هي مكان البصمه. مكان البصمه جاي شويه عالي كما راكم تشوفوا في اطار الكاميرات ولا تحت كلمه الادمي. ففضلتها لو كان جا في الوسط التليفون كانت حتكون حاجه مليحه، ولا كما موالفتينا شركه شاومي في مكان ولا في زر الباور، لان شاشه التليفون كبيره وراح نتكلموا عليها من بعد. فاذا كنت شاد هذا التليفون بيد وحده فراح تغبن باش تحله بلومبرانت، لكن من غير مكان بصمه البصمه هنا مليحه والسرعه تاعها شابه بزاف وخفيفه. وثاني هذا التليفون راح يجينا مع دو كارت سيم وكارت ميموار. صح، قبل ما نتكلموا على اهم ميزه في هذا التليفون اللي راح نتكلموا عليها هكا شويه، خلونا نتكلموا على الشاشه اللي هذا التليفون يجينا مع شاشه كبيره. في الناس اللي يحبوا الشاشات الضخمه هذا التليفون راح يعجبهم. صح، هذا التليفون راح يجينا مع شاشه بحجم 6.71 انش بدقه اتش دي بلس من نوع اي بي اس اس دي، ومع سطوع يصل 500 نت على عكس التليفونات الاخرى في الفئه السعريه هذه اللي يعطونا بين 400 حتى 450 نت. وبالنسبه للشاشه بشكل عام، الشاشه هنا كما قلت لكم كبيره لمحبي الشاشات الضخمه هذا التليفون راح يعجبهم، وهي بالعموم شاشه مليحه بالنسبه لشاشه ال سي دي، لكن فضلت لو كان شاومي دارت لنا شاشه فول اتش دي بلس كانت تعطينا دقه وتجربه افضل، او على الاقل يعطونا 90 هرتز اي حاجه تميز هذه الشاشه، لان شاشه التليفون تقريبا شاشه عاديه. صح، دروك قبل ما نتكلموا على المعالج واللي هو اقوى ميزه ولا اقوى حاجه في التليفون، راح نهضروا شويه على الكاميرات اللي هذا التليفون يجينا مع زوج كاميرات خلفيه، رئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل والثانيه بدقه 0.8 ميجا بكسل، واللي مختصه بالبورتري ولا باش تعاون الكاميرا الرئيسيه في البورتري، والكاميرا الخلفيه تصور فيديو فول اتش دي حتى 30 فريم، اما الكاميرا الاماميه بدقه 5 ميجا بكسل وتصور فيديو ايضا فول اتش دي 30 فريم. والكاميرات بشكل عام ولا بالعموم كاميرات هنايا مليحه مقارنه مع التليفونات الاخرى في الفئة السعرية، وراح تعطيك تفاصيل جيدة في الصورة وألوان مقبولة. ودروك راح نعرض لكم بعض الصور باش تشوفوا وتحكموا بنفسكم، ولكن قارنوه مع التليفونات الأخرى في الفئة السعرية تاعها. نجم ولا مازال على بالي بلي مازال، فما راك خاسر والو وتاني ما راح تديلك والو من وقتك. فهبط تحت دي النجم باش نوصلوا هذا الفيديو 3000 لايك ولا 3000 نجم. سي بون، هيا صحيت. ودروك نروحو نتكلمو على اهم ميزه في هذا التليفون.
واللي هي المعالج تاعه. اللي جينا مع معالج من نوع ميديا تيك هيليو جي 85 بدقة 12 نانومتر أوكتا كور بسرعة 2.0 جيجا هرتز، ومع معالج رسوميات من نوع مالي جي 52 MC2، ومع واجهة ريلمي MIUI 13 وأندرويد 12. وبالنسبة للتخزين يجينا مع 64 و 3 جيجا في الرام، ولا 128 و 4 جيجا في الرام، ولا 128 و 6 جيجا في الرام. وتاني عطانا في منصة أدوتو بنشمارك حوالي 220 ألف نقطة، ولا أكثر من 220 ألف نقطة، وهذا سكور شباب بالنسبة للتليفون تحت 3 ملايين سنتيم. وبالنسبة لأداء التليفون بشكل عام، أداء تاعه شباب وسلس وخفيف من تجربة تاعي البسيطة لهذا التليفون، فمن خلال التصفح تاعي والتنقل بين التطبيقات ما لقيتش معه مشاكل ولا تقطعات، وخاصة واجهة ريدمي اللي خفافت واستقرت أكثر، فالتليفون هذا راح يعطيك أداء مليح. وبالنسبة لمحبي الألعاب، من خلال التجربة تاعي البابجي لهذا التليفون كان الأداء تاعه مليح، راح يمشيها لك حتى إعدادات HDR مع الهاي فريم ريت. لكن إذا حاب تدي أداء أفضل وسلاسة أكثر، من الأفضل تنقص شوية الإعدادات، وهذه حاجة عادية بالنسبة للتليفون فاتسع. وإذا نقص الإعدادات حتى السمود راح تديك أكثر من 30 FPS، ونظن تليفونات قلال بزاف اللي يعطونا هاد الميزة وبسعر أقل من 3 ملايين سنتيم. وبالنسبة لمحبي فري فاير، هاد التليفون راح يعطيك أداء ممتاز فيها. صح، بالنسبة للبطارية، هاد التليفون يجينا مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، واللي هي سعة ممتازة. هاد التليفون راح يكمل معاك النهار آلاز قاع، خاصة أن الشاشة تاعها HD، أي ما تاكلش بزاف ولا ما تستهلكش بزاف من البطارية. وبالنسبة للشحن، هاد التليفون جانا مع شاحن بسرعة 10 واط فقط، ومع مدخل ماكرو USB، وهذه مع بالي شاومي أنا دارتها، وهذه أحد عيوب تاع التليفون بالنسبة لي، وهي بالعموم عيب كبير بزاف. في 2023 ودينا مدخل تايب سي، هذا عيب كبير. فإذا نقدر نلخص لكم هذا الفيديو، راح نقول لكم باللي عيوب تاع التليفون هما: أول حاجة وجود مدخل ماكرو USB بدل من التايب سي، ثاني حاجة شاشة HD، وآخر حاجة لو كان دارونا على الأقل شحن سريع 15 واط كانت غادي تكون حاجة خير بزاف. صح، بالنسبة للمميزات، أول ميزة وهو المعالج، معالج بزاف شباب ومعالج ممتاز، خاصة في سعر التليفون ولا في الفئة السعرية اللي ينتمي لها التليفون. ثاني حاجة وهي الكاميرات، وآخر حاجة سعة البطارية، سعة البطارية بزاف مليحة وشابة وراح تكمل معك النهار آليس كما قلت لكم. وبالنسبة لسعر التليفون لنسخة 364 جيجا، راح يكون السعر تاعها في جوايه 2,500,000 و 2,600,000 ألف هكاك. وبالنسبة لنسخة 428 جيجا وهي النسخة اللي عندي، راح يكون السعر تاعها في جوايه 3,300,000. وكما قلت لكم للناس اللي محبين يشوا التليفون ما مش حابين يقارعوا بزاف، يراسلوني في الانستغرام نبيع لهم النسخة اللي عندي، غادي تديه بسعر أقل من السعر الموجود في علي اكسبريس، فرابط الانستغرام تاعي راح تلقاوه تحت في الديسكريبسيون. وتاني للناس اللي حابين يشروهم علي اكسبريس، تاني تلقاو الرابط تحت في الديسكريبسيون. ودركم قلق يقولكم شكرا للمشاهده، وما تنساوش جيم الفيديو تشتركوا في قناه وتبارطاجوا الفيديو كامل اصحابكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.